102 حالة يصبح العدد الإجمالي 10484 أي بنسبة تقدر ب 24 حالة لكل 100,000 نسمة. وفي خلال 24 ساعة الأخيرة 15 ولاية لم تسجل أي حالة. أما فيما يخص الوفيات سجلنا 8 وفاة جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 732 حالة. 75% من الحالات الوفاة عمرهم 66 سنة فما فوق. فيما يخص المرضى اللي استفادوا من العلاج حسب البروتوكول المعمول به عددهم 20,904، منهم 9,114 حالة مؤكدة مخباريا و 11,790 حسب حالات حسب الأشعة والسكانر. ما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 123، وبهذا يصبح العدد الإجمالي 7,074 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات الاستشفاء 33 مريض حاليا في العناية المركزة وفي الأخير